Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire 4 contrôles concernant la matière de mathématiques pour les classes de 2e année secondaire collégiale, les nombres relatifs et les nombres rationnels. On va commencer. La première contrôle. Contrôle numéro 1. Exercice numéro 1. Développer et réduire l'équation. Maintenant, A est égal à 4x fois 2 moins x moins x à la puissance de moins 3x plus 1. L'équation, la deuxième équation, B est égal à x moins 1 à la puissance 2 plus x fois 2x plus 1. Factoriser 2, factoriser les expressions, C est égal de x plus 3 fois x plus 2 moins 3x plus 1 fois 2x plus 3. D est égal à 25 sur 9x à la puissance 2 moins 121. Fait l'exercice numéro 1, exercice, développer et réduire les équations du juge diel, l'amaliette. Fait l'amaliette, donc bien, nous trouvons notre يعني عندنا النشر ديفلوبي هي انشر اي ريدوير واحسب هكا ونحسبو نبسطو. فعندنا ا ايكال 4x عامل 2 ناقص x ناقص قوس x اس 2 ناقص 3x زائد 1. فشنو مطلوب منا؟ اننا غادي نشرو. باش غادي نشرو غنديرو 4x في 2 و4x في ناقص x ناقص غنضربوها في x اس 2 وناقص غنضربوها في ناقص 3x وناقص غنضربوها في 1. Donc, on va le chisab. La petite b est égale à x moins 1 à la puissance 2 plus x, x plus 1. Sans ce de la cause, je vais vous dire que je vais développer l'équation. Il y a l'identité remarquable numéro 2. Il y a le mot qui est le raqm 2. Le mot qui est le raqm 2, je vais vous dire il y a a naqis b à la puissance 2. A naqis b à la puissance 2. فغادي نعمل معكم تذكير ديال المتطابقات الهامة ألا وهما عندنا A زائد B A la puissance 2 est égal à 1 أو 2 plus 2 1B plus B A la puissance 2. فهذه متطابقة هامة من الدرجة الأولى اللي تنسموها l'identité remarquable numéro 1. غادي نشوفو كذلك A ناقص B A la puissance 2 est égal à A à la puissance 2 moins 2AB plus B à la puissance 2 متطابقة من الهمة من الدرجة الثانية. وكذلك عندنا A à la puissance 2 moins B à la puissance 2 est égal à 1 moins B factorisé par 1 plus B. فهذه متطابقة هامة من الدرجة الأولى هذه متطابقة هامة من الدرجة الثانية وهذه متطابقة هامة من الدرجة الثالثة. في غادي نخرجوا هذه ليكواسيون نيميرو 2 هي تكون تتكتب على هذا الشكل هذا يعني A ناقص B A la puissance 2 il y a A ناقص A à la puissance 2 ناقص 2 fois A B plus B à la puissance 2. فهذا هو النشر ديال هذه المتطابقة. L'identité remarquable numéro 2 il y a A اللي تتكتب على هذا الشكل A ناقص B à la puissance 2. فهذه هي نفسها اللي عندنا هنايا فهي اللي عندنا هنايا في B x ناقص 1 à la puissance 2 يا x هي a x هي a هنا غنعوضو نحاول نعوض لكم باش تفهموا x هي a و1 هو هاد ناقص b ناقص 1 à la puissance 2. ف شنو غيخصكم باش تطبقوها هاد المتطابقة الهامة؟ عندنا a ناقص b à la puissance 2 تساوي a اس 2 ناقص 2 ab زائد b اس 2. فدوم قلت لكم ان a هي x وناقص b هي 1. فغادي نمشيو نعوضو هاد العدد ديالنا غنديرو هي x اس 2 ناقص 2 ديال المتطابقه في x في 1 زائد 1 على بويسونس 2. 1 على بويسونس 2 تتعطينا x على بويسونس 2 موان 2 في 1 هي 2 في x زائد 1. فهذا هو النشر ديال هاد x ناقص 1 على بويسونس 2 زائد غادي تنشروا هاد العدد هذا x عضربوها في 2 x عطاتينا 2 x اس 2 و x عضربوها في 1 عطاتينا زائد x. وفي المرحلة الثانية غادي تقوموا انكم غادي ديروا المجاهيل في جهة والمعاليم في جهة. فهاد المرحلة هذه تنقوم انني تنشرح لكم
تمارين فقط غادي نعطيكم دي كونترول امتحانات على اساس انكم تجاوبوا عليهم غدا ان شاء الله تعالى غادي تلقاو لا سوليسيون تلقاو الاجوبه فثانيا عندنا فاكتوريزي لي زيكسبرسيون فاكتوريزي لي زيكسبرسيون وهي عمل العباره التاليه ولا هاد العمليات هادو عندنا سي ايتيغال 2 اكس زائد 3 عامل لي اكس زائد 2 ناقص 3 اكس زائد 1 عامل لي 2 اكس زائد 3 فبالنسبة للتعميل يعني الفاكتوريزاسيون شنو سنديرو سنشوفو العامل المشترك فين هو عندنا عندنا 2 اكس زائد 3 2 اكس زائد 3 دونك عندنا هنايا 2 اكس زائد 3 تيتعاود هنا وهنا هذا هو العامل المشترك شنو خصنا نديرو خصنا نعملو به نخرجوه على برا ونفتحو واحد القوس تنعملو به يعني غادي نديرو عندنا نقلو هاد ليكواسيون هادي اللي هي سي غنديرو 2 اكس زائد 3 فقط غنعطيكم معلومات باش يتسنى من اجل ان يتسنى لكم يعني القيام بالواجبات ديالكم هاد الواجب هاد لو دوفوار هذا بالنسبه للغد وليس اليوم فدونك كنقلبو انا هذا هو سي تساوي عندنا هذا هو العامل المشترك اللي قلت لكم فشنو تنقوم تنقوم بانني تنخرجو على برا تيكون وتنفتح واحد القوس كبير فمني عندي هنايا الجداءات وهنا جداء تعني تيكون فيه الجداء عندنا هذا هو الجداء الجداء يعني عندي هذا هو العنصر اللي سيتعاود عفوا هذا هو العنصر اللي سيتعاود هنا وهنا غادي نقوم بالتعميل ديالو انا عملت به اذا شنو بقى عندي في هذا الطرف هذا بقى عندي هاد اكس زائد 2 وشنو بقى عندي في الطرف الثاني كاين بقات عندي ناقص وبقى عندي هاد العدد هذا غادي تلاحظوا انني ما غاديش نزول الاقواس ما غاديش نزول الاقواس علاش ما غاديش نزول الاقواس يعني تفاديا انني نقوم بواحد الغباء الغلط في الاشارات ماشي انا اللي غادي نقوم فيه ولكن يعني تفاديا ان البعض منكم يقوم بالغلط دونك دابا في هذه المرحله غادي نقوم انني نزول القوس ناقص 3 الاشاره في اشاره اشاره سالبه مع موجبه يعني ستبقى سالبه 3 اكس اشاره سالبه مع موجبه سالبه يعني ناقص 1 فهنا غادي تقوموا انكم تجمعوا المعالم في جهه والمجاهيل في جهه عندنا اكس ناقص 3 اكس غتعطينا ناقص 2 اكس علاش وعندنا 2 ناقص 2 ناقص 1 غتكون عندنا هي 1 فهذا هو التعميل ديال هاد العمليه ديالكم فبلا ما نحس انني جاوبت لكم عليها دونك سي كان هذا هو الجواب ديالها فغادي نشوفوا ليكزارسيس نيميرو 2 ليكزارسيس نيميرو 2 شنو عندنا في هاد ليكزارسيس نيميرو 2 فليكزارسيس نيميرو 2 عندنا ان بيتي تان ريزودر لي زيكواسيون عندنا دو ديال لي زيكواسيون عندنا بيتي تان دو عامل لي فاكتوريزي بار 5x moins 1 est égal 3 factorisé par 4x plus 2 moins 5x. Ça, le mot de l'eau, je vais vous dire, نحسبوا هاد ليكواسيون هادي فباش نكون عندنا واحد المتساويه في هاد بهاد الشكل هادي اول حاجه تنحاولوا ما امكن اننا تنزولوا من تيكون عندنا الاقواس فانتبهوا الشرح ديالي مني تيكون عندنا واحد المتساويه واحد ليكواسيون اللي هي هادي واحد المعادله ولا واحد ليكواسيون اول حاجه اذا كان عندنا الاقواس تنزولوهم تنمشيو تنقوموا كذلك بالعمليه ديال الجداء الى عندنا وكذلك القسمه وهذا باش اخر شيء تنمشيو من اليسار الى اليمين باش نكملوا هذه العمليه فالان تلاحظ ليا ان كاين فيها الاقواس شنو المعمول انكم خاصكم اولا تزولوا الاقواس ثاني مرحله انكم دوزوا المعالم في جهه والمجاهيل في جهه اين معالم اللي تنتكلم عليهم انا هما الاعداد وإن مجاهيل هما التي كل لاصق فيهم إكس يعني تندوزو لي زيكس بوحدهم والأعداد بوحدهم وتنقومو بالتبسيط يعني تنجمعو الأعداد بوحديتهم نجمعو لي زيكس بوحدهم ومن بعد تنكملو الحسابات ديالنا فكان هذا ما هو إلا شرح والجواب غيجي من بعد غادي ننتقل معكم بتيت بي 3 على 2 ناقص 2 إكس زائد 1 على 4 إتيكال إكس بلس 3 على 2 فالمطلوب منا كذلك ان ريزودغ لي زيكواسيون نحسبوها هذيك هاد العمليه ديالنا قوموا الحساب ديالها باش غادي
نقوموا بالحساب ديال هاد العمليه هذه، فغادي نمشيو طرف بطرف، يعني نقوموا بالحساب وتبسيط هاد الجهه الاوليه، عاد غنمشيو نحسبوا هاد الجهه هذه، عاد نحاولوا اننا نجمعوهم في جهه واحده. فشنو عندنا هنايا؟ عندنا 4، غادي نقوموا بتوحيد المقام في هاد الجهه هذه، غادي نقوموا بتوحيد المقام، فعتود عندنا هنايا 6 ناقص 2 اكس زائد 1 الكل على 4، 6 ناقص 2 اكس زائد 1 الكل على 4 يساوي اكس زائد 3 على 2. دونك غادي تكون عندنا 6 ناقص 2 اكس زائد 1، 6 زائد 1 هي 7، يعني غيبقى عندنا في الطرف 7 ناقص 2 اكس على 4 يساوي اكس زائد 3 على 2. شنو غادي نقوموا من بعد ذلك؟ غادي نضربوا، غنديروا هاد العملية هادي. فعندنا مثال بحال عندنا أ على ب يساوي س على د، شنو غادي تقوموا ديروا لها؟ شنو غادي ديروا في هاد الحالة هادي ملي غتوصلوا هكا؟ غديروا هكا، غديروا هادي في هادي وهادي في هادي، يعني أ في د يساوي س في ب. فهادي هي الطريقة باش أنكم ما عادش يبقى عندكم هاد الكسور هادو، غترجعوا تخدموا عادي. فضربوا أ في د تساوي لينا س في ب ولا ب في س. فهذه هي، يعني ملي غتبقى عندنا هنايا 7 ناقص 2 اكس على 4 تساوي اكس زائد 3 على 2، فغادي نقوموا بهذه العمليه هذه اللي غادي تضربوا هذاك العدد اللي فوقاني في الاخر وهذا وتساوي لنا هذه، فغنحصلوا على واحد ليكواسيون اللي بهذه الطريقه هذه ان شاء الله تعالى. غدا غادي تلقاو الجواب. كان هذا هو الكونترول نيميرو 1 اللي فيه دو زيكزارسيس، هذا الاكزارسيس الثاني وكذلك ليكزارسيس الاول. غادي نمشي معكم باش نشوفوا دوطرو اكزارسيس. فبالنسبه ليكزارسيس نيميرو 3 شنو المطلوب منا؟ المطلوب منا ان كلاسي دون لوغدر ديكروسون لي نومبر 11 سور 3 موان 8 سور 12 موان 4 سور 3 13 سور 7 موان 11 سور 21 اي موان 5 سور 7. مطلوب منا اننا رتبوا ترتيبا تناقصيا ديكروسون، يعني ترتيب تناقصي لهاد الاعداد هادو. فاعزائي التلاميذ خصكم تعتمدوا باش الكلاسمون انكم تعتمدوا على المستقيم المدرج اللي هنايا عندنا صفر، هنايا الاعداد السالبه، هنا عندنا الاعداد الموجبه، الاعداد الموجبه والاعداد السالبه هنايا تنبداو من 1 2 3 4 هكا تصاعديا، وعندنا هنايا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 وكذلك الى غير ذلك، يعني من 1 تنبقاو نطلعوا، وهنايا من 1 2 3 هنا اشارات سالبه وهنايا اشارات موجبه. هذا هو المستقيم المدرج اللي غادي تعتمدوه باش تخرجوا هاد لي هاد الكلاسمون ديال اون اوغ ديكروسيون، يعني تنازليا. مادام قالوا لينا تنازليا فغادي يبداو من الاعداد الموجبه، الاعداد اللي هما القيمه ديالهم طالعه تنازليا، غادي نوصلوا لاقل عدد، يعني غنمشيو من هاد الجهه لهاد الجهه. الوقت اللي غادي ترتبوهم في هاد المستقيم المدرج، فحاولوا انكم من غتجيو ديروا الكلاسمون ديالهم اون اوردر ديكروسون، فغادي تمشاو من هاد العدد لهذا في هاد الاتجاه، يعني من العدد الكبير اللي فيه البلوس فيغ هاد العدد اللي اصغر شيء عندكم، ولكن على حسب هاد الاعداد اللي معطيه، يعني دائما احتراما للتمرين تمشيو على حساب هذا. فدونك شنو عندنا؟ نشوفوا بعد الاعداد السالبه اللي عندنا، عندنا هذا وهذا وهذا، عندنا 3 ديال لي نومبر اللي عندهم لي سين نيجاتيف، وعندنا 1 2 3 1 2 اللي عندنا هما اعداد موجبه اللي هما بوزيتيف. دونك غادي نمشيو 11 على 3 و 13 على 7، شنو غادي نديرو؟ خصنا نمشيو نديرو توحيد المقام، توحيد المقام باش نعرفو شكون فيهم كبير، واش 11 على 3 ولا 13 على 7. ملي غادي نعرفو شكون كبير فيهم غنكلاسيوهم هما الاولين، عاد غادي نمشيو نكلاسيو الاعداد السالبه، يعني حتى هما نقومو بتوحيد المقام. في حالة ما بغيتوش نتوما يا تلاميذي العز الاعزاء، في حالة ما بغيتوش نتوما تقوموا بعمليات اللي قلت لكم، ففقط يكفي انكم تشدوا هذا الرقم هذا 11 مقسوم على 3، تتقوموا بالحساب ديالو بالكالكولاتريس تعطيكم هذيك القيمه تحتفظوا بها، يعني قبلتوا. كذلك ناقص 8 على 12 تقوموا بالقسمه ديالو، فقوموا بالقسمه ديال جميع هاد الارقام هادو مع الاحتفاظ بالاشارات، اللي هو موجب تتخليه موجب، اللي هو سالب تتخليه سالب، ومن بعد ما
تتقوموا بالكلاسيفيكاسيون اون اوردر ديكواسون من الموجبين للسالبين، يعني تمشيو من الاعداد الموجبه اللي هي عندها اعلى قيمه تنحطوها، من بعد تمشيو تنازليا من الاعداد الموجبه نمشيو لهكا اون اوردر ديكواسون، تنوصلوا لاخر عدد اللي هو سالب وتكون القيمه ديالو طايحه بزاف. فكان هذا الشرح ديال هذا التمرين. هذا غادي نشوفو تي دو A et B deux nombres rationnels tels que 1,5 A et 3 ou B محصورة ما بين 2 و 5. Donnez un encadrement des nombres. يعني قال لك ديروا واحد الحصر ديال هاد الاعداد هادو. عندنا A زائد B. A زائد B. فهاد التمرين هذا فتا هو سهل جدا. شنو غادي نعطيكم غير رؤوس الاقلام، فقط رؤوس الاقلام، وغادي نخليكم حتى وكنجاوبوا، وغدا ان شاء الله تعالى غادي تلقاو الاجوبه وطريقه العمل هكا باش تستافدوا اكثر. فكان هذا فقط نشرح لكم باش تقدروا تجاوبوا. فالمطلوب لنا ان نديروا ا زائد بي، ا زائد بي، نديروا ا زائد بي. فكيف ما جمعنا درنا ا زائد بي، هذه هي او هذه هي بي، هذه هي او هذه هي بي، وهذه هي ا وهذه هي بي. يعني نديرو 1,5 + 2، وهنا غنديرو 3 + 5. فهذا هو الحصر ديالهم، يعني غنجمعوا هذه القيمه ديال 1,5 + 2 وغنقوموا هنايا بالجمع ديال 3.5 3 زائد 5، وتما غنكونوا حصلنا على 1 + a + b. وكذلك نفس الشيء مني غيروا لنا الاشاره ا ناقص ب، حطيناها ا فاصله 5 ناقص غتبدل و 3 ناقص 5، نكون نجزت هادي. عندنا هنا 2 ا بلس ب، هنا غنقولوا حنا صعيبه، لا فقط ماشي صعيبه بالمره، ما راهاش صعيبه. دونك عندنا 2 ا، غادي نشدوا هاد العمليه هادي 2، يعني غنضربوا هذا كله في 2. كيفاش غادي ندير ليه؟ غنضرب 2 في 1.5 و 2 في ا و 2 في 3، غتولي عندي 2 في 1.5 و 2 في ا و 2 في 3. علاش ما غاديش يتغير ليا الرمز هنايا؟ علاش؟ اللي حنت عندي هاد الاثنان اللي ضربت فيها في جميع يعني هاد في جميع الاعداد اللي عندي في هاد المترجحه موجب، يعني ما غاديش يتغير ليا الرمز. ولو كنت ضربت في عدد سالب كان غيتقلب ليا الرمز، ما دمت انني ضربت في عدد موجب فاحتفظت بان هذا الرمز ديال المتراجحه ديالنا تيبقى شاد نفس الاتجاه، يعني ما تغيروش هنا، بقى ناقص اقل من. فعندي 2 في 1.5 غنديرو 2 في ا و 2 في 3، غتصير عندي واحد القيمه هنايا اللي نعطوها حنا نعتبروها كالكونك اكس، وعندنا هنايا هي 2 ا، وعندنا هي هنا ايكراك. غنشوفو ثاني مرحله وهي اننا غنزيدو عليها بي، غنديرو هنايا بي تحت منها كذلك بي اللي هي 2 والاخرى هي 5. فغادي فقط نقومو ثاني بالجمع كيف ما شرحت لكم في المرحله الاولى، هي 2 ا + b محصوره بين هي هاد العدد نزيدو على هاد العدد وهاد العدد نزيدو على هاد العدد. هذا فقط شرح، غادي تنتظروا مني انني غادي نعطيكم الاجوبه، فقط شرح باش تقوموا بالتمارين. غادي نشوفوا لا ديرنيير كيسيون في ليكزارسيس نيمورو 3. تراسي اون دووا غرادوييه اي كولوري لا ريجيون دي فالور دو اكس كي فيريفيي لو كونديسيون ان محصوره. عندنا 1/2 اكس اكبر قطعا من ناقص 1 - 15، وعندنا بي ناقص 2 اكس كبر قطعا من 5. كونترول نيمورو 2، فهذا هو الامتحان الثاني. فحاولوا انكم تنقلوا تمارين، حيت ما غاديش ننزل لكم اليوم الا شرح، نشرح لكم تمارين ونخلي يعني الاجابه حتى لغدا ان شاء الله تعالى، عاد غتلقاوها في فيديو اخر اللي غادي نجمعهم في فيديو واحد. فعندنا هاد ليكزارسيس دونك طلبتو انني ننزل لكم امتحانات، فغادي ننزل لكم امتحانات ولكن بغيتكم ديروا مجهود. فهادو هما يعني هادو امتحانات، وهذه مجله جديده ديال هاد العام هذا، فطلبا مني انكم تعملوا هاد لي زيكزام باش كلشي سهل عليكم.
عندنا اكزرسيس نيمورو 1، عندنا بتيت ا، بتيت 1 A et B deux nombres rationnels tels que عندنا A ou B اعداد جذريه اللي عطينا واحد الشرح شاف ان تل كو A زائد B تساوي لنا هاد A زائد B تساوي لنا واحد القيمه عدديه ناقص واحد على 2 اي A فوا B est égal à moins 3 وعندنا A جداء B تعطينا ناقص 3. جميل، السؤال المطروح هو كالكولي لو نومبر A، احسب القيمه ديال A. عندنا A تساوي A ناقص قوس واحد على ثلاثة ناقص ب زائد أ عامل لثلاثة ب زائد اثنان زائد اثنان ب. باش غادي نكالكوليو هاد لو نومبر أ اللي مطلوبين لينا شنو غادي نعملو؟ كيف ما قلت لكم خصنا نزولو الأقواس، ما غاديش نجيو نزولو الأقواس هكذاك، ولكن غادي نحترمو أن عندنا الإشارات السالبية اللي تأثرو لينا على هاد يعني هاد الحساب ديالنا. فدائما ردوا البال، ردوا البال الا كانت عندنا ناقص، فعندنا هنايا ناقص غادي نضربوها، غادي نخليو ا كيما هي، غنشدو اس ناقص غنضربوها في هاد العدد، غنقولو ناقص في زائد عطاتنا ناقص، ونديرو العدد في العدد، يعني واحد في واحد على ثلاثة عطاتنا نفس العدد واحد على ثلاثة، وناقص في ناقص عطاتنا زائد زائد ب، يعني واحد في ب ب، وغنمرو لهنايا لهاد الطرف هذا زائد عندنا كذلك عندنا ا دوم عندنا زائد هذا المتساوي هذا الحساب هذا ما غاديش يتاثر حيت الاشاره زائد ما تتبدلنا والو. ا في 3 ب هي 3 ا ب زائد ا في 2 هي 2 ا زائد 2 ب، وغتكملوا الحساب. كان هذا هو الطريقه ديالكم. شنو غادي تقوموا المرحله المواليه شنو غادي تعملوا فيها؟ هو انكم غديروا المجاهيل في جهه والمعالم في جهه، ولاحظوا ان شنو الملاحظه اللي غتلاحظوا، ما غاديش نمشيو نعوضوا ديريكتومون هاد ا زائد ب هنا، لا، حتى وكان تقوموا بالتبسيط ديالها ما تيبقى لها حتى شي تبسيط اخر، يعني تتبسطوها ديفينيتيفمون، يعني من تقوموا بحال تحسبوا في المعادله عاديه، ملي تكملوها تجيبوا في الاخر ديالها انكم بسطوها قمتوا يعني درتوا المجاهيل في جهه والمعالم في جهه، عاد تلتجؤوا لهاد القيم ديال ا زائد ب تتعوضهم هنا بالاعداد وتتكملوا الحساب ديالكم وتصيبوا واحد قيمه عدديه ديال ا. جميل، غادي نطرقو باش نشرحو بتي دو، ديفلوبي اي ريدوير بي، يعني ديفلوبي هي انشر واحسب هاد بي هادي، عندنا هي 2 اكس زائد 3 على بويسونس دو، موان اكس عامل 3 اكس ناقص واحد، شنو خصنا نديرو؟ ديفلوبي يعني نشرو، هنا عندنا هادي على بويسونس دو، فكيف ما قلت لكم غادي نعاود الشرح ديالها وانكم خاصكم تقومو بمتطابقة هامة من الدرجة الثانية، عطيني ورقة. متطابقة هامة من الدرجة الثانية لإنجاز ديالها سيكون بهذا الشكل، بهذا الشكل اللي هي كيف ما شرحت لكم، اللي كيف ما شرحت لكم هذه هي المتطابقة الهامة رقم واحد اللي تتكون هي على شكل هذا الشكل، هذا تساوي أ أس 2 زائد 2 أ ب زائد ب أس 2، هذه متطابقة نيمورو 1. نيمورو 2 هي أ موان ب، نبدل فيها غير إشارة، هي أ أس 2 موان 2 أ ب plus b à la puissance 2. أما بالنسبة للمتطابقة الهامة الثالثة فهي على هذا الشكل a moins b عامل a plus b تساوي a أس 2 moins b أس 2، ولا تنكتبوها هي كذلك نفسها غير نبدلو الأطراف، ناقص b أس 2 تساوي لنا هذا هو العامل، نديرو a ناقص b a زائد b نفسها، فهذه هي المتطابقة رقم ثلاثة. فتلاميذي وتلميذاتي العزيزات الله يعطيكم الخير، ولا بد أنكم تقبطوا هاد ليدونتيتي غوماركابل، عندنا أ زائد بي على بويسونس دو، وعندنا أ ناقص بي على بويسونس دو، وعندنا أ أو سيتنا ناقص بي أو سيتنا، هادو كلهم ديزونتيتي غوماركابل متطابقات هامة اللي غادي تحتاجوهم أنكم تخدموا بهم في التمارين، خاصكم تعرفوا كيفاش تطبقوهم، يعني هنا ما غاديش تبقاو تخدموا بأ زائد ب، ولكن تخدموا بأعداد، أعداد إما 2 إكس زائد 4 ولا 5 إكس باغ إكزومبل، يعني تيكونوا هنايا أعداد فيهم مجاهيل وفيهم معالم، يعني إن فو تتشوفوا واحد المتطابقة هامة على بويسونس 2 عرفوا خاصكم أوتوماتيكمون يعني هكا غير فقط أنكم خاصكم. فغادي نعمل معكم تذكير ديال المتطابقات الهامه، الا وهما عندنا ا زائد بي على بويسونس 2 ايتيغال ا اس 2
plus اثنان ب plus ب على puissance 2 فهذه متطابقه هامه من الدرجه الاولى اللي تنسموها l'identité remarquable numéro 1. غادي نشوفو كذلك a ناقص b à la puissance 2 est égal a à la puissance 2 moins 2ab plus b à la puissance 2 متطابقه من هامه من الدرجه الثانيه. وكذلك عندنا a à la puissance 2 moins b à la puissance 2 est égal à 1 moins b factorisé par 1 plus b. فهذه متطابقه هامه من الدرجه الاولى دي متطابقة هامة من الدرجة الثانية وهذه متطابقة هامة من الدرجة الثالثة. فين تتوجد هاد الأهمية ديالها وفين غادي نطبقوها أستاذة؟ يعني فين غادي نحطوها؟ العديد منكم اللي غيطرح هاد السؤال ما تعرفوش فين غادي تستعملوها، غادي نعطيها لكم بكل بساطة فين غادي تخدموها بالضرورة. دابا هادي أ زائد بي أ لا بيسونس دو في مثل هاد التمرين هذا اللي هو منزل عندكم هنا، هاد التمرين هذا ديال ديفلوبي اي ريدوير تيت بي غران بي ايت ايكال اتنين اكس زائد تلاتة على بويسونس دو موان اكس عامل تلاتة اكس ناقص واحد. هاد اتنين اكس زائد تلاتة على بويسونس دو هي المتطابقة الهامة رقم واحد اللي تنتكلم لكم عليها، هي المتطابقة الهامة رقم واحد، فغادي تنشروها كيف ما وريتكم. ف غناخدو مثال، فعلى على سبيل المثال الى عندنا 2 ا زائد 4 على بويسونس 2 بغينا نشروها على شكل متطابقه هامه، اش نديرو؟ تنديرو هذا هو ا كامل 2 ا على بويسونس 2 وهذا هو ب، غنديرو زائد 2 ديال المتطابقه الهامه هادي تحطوها يعني الا بحال مثلا نلحقوش ليها وتنديرو هذا هو ا 2 في ا كذلك عندنا هنا في ب اللي هي 4 زائد ب أس اثنان زائد أربعة أس اثنان، اثنان أ الكل أس اثنان هي أربعة أ أس اثنان زائد جوج في أربعة هي ثمانية أ، وأربعة البيسونس دوز جوج هي ستاش. فهذا هو النشر ديال هاد المتطابق هاد العادة هادي اثنان أ زائد أربعة على بيسونس دو. غادي نعطيكم مثال آخر ويكون بسيط غير مركب، يعني يكون بسيط نديرو إشارة سالبة مدهوم أننا قمنا بوحدة موجبة قبل على بويسونس دو. فغنديرو هذا هو اللي تكلمت عليكم معاكم عليه وهذا هو ناقص، بصح هذه المتطابقة هامة رقم اثنان وهذا هو بي اللي هو واحد، ففقط أني بدلت لكم بأعداد. يعني هو في بالعادي هاد ا ناقص ب على بويسونس 2 تنكتبوها هي ا اوس 2 ناقص 2 ا ب زائد ب اوس 2، هذا هو المتطابقه هامه. ولكن حنا غادي نشرو هذا على هاد الشكل، هذا هو اكس على بويسونس 2 موان 2 هذا هو ا غنكتبوه هنايا وهذا هو ب غنكتبوه هنايا وغنديرو زائد 1 على بويسونس 2. شنو غيعطينا؟ عطينا اكس على بويسونس 2 ناقص 2 اكس زائد 1، هذا هو النشر ديال هاد العدد. فهذا كذلك غتنشروا بهذه الطريقه. فشرحت لكم كيفاش غادي تنشروا هاد العدد هذا 2 اكس زائد 3 على بويسونس 2. ما بقى لكم الا انكم غتشدوا هاد العدد سالب غتضربوه في 3 اكس وكذلك غتعاودوا تضربوه في ناقص 1 وتكملوا انكم المرحله التاليه المواليه لها انكم غتشوفوا المجاهيل في جهه والمعالم في جهه باش تكملوا الانجاز ديال هاد التمرين. نشوفوا 3 فاكتوريزي لي زيكسبرسيون، فاكتوريزي هو عمل هاد لي زيكسبرسيون. ففي التعميل اننا تنحاولوا نشوفوا العنصر المشترك في هذيك العمليه. عندنا هنايا هاد العمليه فيها 3 اكس موان 1 فاكتوريزي بار 2 اكس بلس 5 موان 4 اكس فاكتوريزي 1 موان 3 اكس. خاصنا نقلبوا على العامل المشترك، العامل المشترك هو داك العدد ولا هذاك المجموع ولا هذاك القيمه اللي ستكون تتعاود هنا ويا وهنايا. عندنا هنايا 3 اكس ناقص 1 وعندنا هنايا 1 ناقص 3 اكس. فهادو هذا تيبان لينا عندنا واحد العامل المشترك، ولكن المشكل اللي كاين فيه هو ان هنا نبدلي الاماكن. خص نورمالمون تيكون العامل المشترك 3 اكس ناقص 1 هنا و3 اكس ناقص 1 هنا. دوم عندنا هما نفس الاعداد اللي هي 3 اكس 3 اكس 1 1 وكاين اختلافات غير في الاشاره، فسهل جدا اننا نحصلوا على نفس العدد. كيف ذلك؟
وهو بهذه الطريقة هذه تعدنا نشرح لكم أن 3x 3x ناقص 1 شحال تتساوي؟ تتساوي كذلك أش تتساوي هاد 3x؟ تتساوي كذلك هاد القيمة ناقص 1 ناقص 3x. لربما ما فهمتوش شنو تنعمل، ولكن إلا جيتو نشرتو ناقص، هذا هو النشر نورمالمون. النشر راه نتوما فاهمينو، ناقص في واحد هي ناقص واحد، وناقص في ناقص عطاتينا زائد، ناقص في ناقص زائد، وواحد في ثلاثة إكس هي ثلاثة إكس. إذا رجعت لثلاثة إكس ها هي موجبة، رجعت عندي موجبة، وناقص واحد ها هو الجمع تبادلي. تبادلي شنو هي تبادلي؟ هي أنه ممكن أنك تبدل المكان. إذا ثلاثة إكس ناقص واحد هي ثلاثة إكس ناقص واحد، هي هاد القيمة ديال ناقص عاملي واحد ناقص ثلاثة إكس. إذا هاد ثلاثة إكس ناقص واحد راه هي نفسها ناقص عاملي واحد ناقص ثلاثة إكس. نتمنى أنكم تشرحوا باش ما نمحنكمش بزاف، وباش يسهل عليكم الفهم. أعزائي التلاميذ، عندنا غنعطيكم يعني نموذج آخر، هو سبعة إكس ناقص أربعة. جميل، شحال تيساوي لينا؟ شحال تيساوي لينا؟ تيساوي لينا هو ناقص، لاحظوا ناقص، غنحط هنا ربعة، هادي سالبة غتولي موجبة، وهادي موجبة غتولي سالبة. إلا نشرت ناقص ربعة ناقص في ربعة هي ناقص ربعة، وناقص في ناقص هي زائد سبعة إكس. إذن هادي راه هي هادي، وخا تبدل المكان ماشي مشكل، يعني خرجنا واحد الإشارة ناقص اللي ما كانش عندنا، ولكن إلا نشرنا نشرنا راه حنا رجعنا ليها. يعني ناقص في ربعة هي ناقص ربعة، وناقص في ناقص هي سبعة إكس. فهذا هو باش غتخرجوا هذا التمرين. هذا عندنا 3 إكس ناقص واحد، وعندنا واحد ناقص 3 إكس، فوحدة فيهم غتخرجوا ليها الإشارة، وكيف ما قلت لكم غادي تقوموا بنفس العملية اللي قمت بها، وإن شاء الله تعالى غيتيسر لكم الحل ديال هذا التمرين من بعد ما أنكم تتجبروا العامل المشترك تتعملوا به، وتتقوموا يعني تتفتحوا واحد القوس كبير وتتكملوا بالتفصيل ديال هاد العبارة، هاد ليكسبرسيون هادي، من بعد أنكم تديروا المجاهيل في جهة والمعالم في جهة، وهذا هو التبسيط ديالكم، تكون عندكم العامل المشترك اللي هو 3 إكس ناقص واحد عامل لواحد القيمة. أما بالنسبة لـ تساوي 64 ناقص 25 إكس أس 2، فالملاحظ إلا تمعنتو مزيان في هاد البتيت دي اللي هي الكرون دي، غتلاحظوا أنها كلها أنها ممكن أنها تاخد القيمة ديال لا بويسونس دو. 64 شحال تساوينا؟ 64 64 ناقص 25 إكس أس 2. مطلوب منا التعميل، كيفاش غادي نعملو؟ كيف ما قلت لكم خصكم تخدموا بالمتطابقات الهامة ليدونتيتي روماركابل الثالثة باش غنخدمو، اللي هي أ أس 2 ناقص ب أس 2 تساوي أ ناقص ب عامل لي أ زائد ب. هادي هي على هاد الشكل هاد الكتابة باش نكتبو. ف 64 هي أ، و 25 هي ب الكل أس 2، ف 64 هي 8 أس 2، هي 8 أس 2. غادي نكتبو هاد الكتابة هادي، د تساوي 64 شنو هي؟ هي خصنا واحد العدد اللي نضربوه في نفسه باش يعطينا 64، هو 8، 8 في 8 64 ناقص 25 شنو هو؟ هو 5 في 5 إكس أس 2. جميل، إذن هذا غنديروها على بويسونس 2، 8 على بويسونس 2 ناقص 5 على بويسونس 2 في اكس على بويسونس 2، ف يساوي 8 ناقص 5 اكس عامل ل 8 زائد 5 اكس. اكزارسيس نيمرو 2، تيتا ريزودر لي زيكواسيون. عندنا ليكواسيون ا هي ناقص اكس ناقص عامل 3x بلس 4 ايغال 5x موان فاكتوريزي بار موان x بلس 2. فهاد ليكواسيون هادي مطلوب منا اننا نحسبوها ونبسطوها. فقط شنو خصنا نديرو؟
فخصنا نزولوا الاقواس، غادي نزولوا الاقواس هنايا مع مراعاه ان عندنا اشاره ناقص، فانتبهوا هنايا من تكون تنشروا في الاشاره. وكذلك غادي نزولوا الاشاره الاقواس، ولكن غادي نضربوا ناقص في ناقص تعطينا زائد، وناقص في زائد تعطينا ناقص. انتبهوا، غادي نمروا للبي. عندنا 3x ناقص 2 على 5 ناقص 1 على 2 تساوي 2x زائد 1 على 10. مطلوب منا كذلك اننا نحسبوا ونبسطوا. ف شنو غادي نعملوا هنايا هو اننا خصنا نوحدوا، هنا غادي نوحدوا المقام، هنا غادي نضربوا في الكل، هنا غنضربوا في 2 وهنا غادي نضربوا في 5. هنا 2 عامل 3 اكس ناقص 2 على 10، وهنا ناقص 5 على 10 يساوي 2 اكس زائد 1 على 10. من بعد ما ضربنا ووحدنا المقام، فغادي نقوموا باننا غادي نحسبوا، يعني نقوم بعمليه النشر، ونديروا الاعداد في جهه والمجاهيل في جهه والمعاليم في جهه اخرى. نشوفوا السؤال الثاني، ريزودغ لي انيكواسيون لي زينيكواسيون. فعندنا هادو ما تيتسموش ايكواسيون ولكن متراجحات. عندنا ا اكس اكبر من او يساوي 1 زائد 4 اكس، وعندنا بي تساوي 3 اكس زائد 1 على 2 زائد 5 على 2 اصغر من او يساوي اكس. المطلوب انكم تخرجوهم، جو بونس ما وصلتوش ليهم، ف ممكن انكم ما تنجزوهمش، واللي يعرفهم فينجزهم وغادي يلقاو الجواب في لا فيديو ان شاء الله تعالى. ف ليكزيرسيس نيمورو 3 بالنسبه للكونترول نيمورو 2، فغادي ننزل لكم هذا ليكزيرسيس اللي هو داروا ليهم بروف ديالهم هذا الدرس هذا، يعني ديال مقارنه الاعداد السلبي والاعداد الايجابي الموجبه مع بعضيتهم. وكذلك دار لكم محصور هكا خدمتوهم، فخدموا هاد ليكزيرسيس سينو يعني غادي تفاداو حتى وكان توصلوا ليه. المهم انا نزلت لكم هاد التمرين اللي هو كابابل ولا عطى لهم الاستاذ مثل هاد التمارين هادو فينجزهم، سينو خدموا ليكزيرسيس نيمورو 1 و ليكزيرسيس نيمورو 2 وفقط السؤال الاولاني من ليكزيرسيس نيمورو 3. فقط السؤال الاولاني شنو هو؟ كومباري لي نومبر. عندنا ا x تساوي 5 على 3 و y تساوي 13 sur 7. بالنسبه لبي عندنا x يساوي -7 sur 7 sur 3 و y est égal à -11 sur 5. لا كومباريزون شنو غادي ندير فيها؟ اين فوا تيكون عندنا موجب وسالب، فراه السالب اللي تيكون صغر، ولكن دابا عندنا هنايا جوج ديال الاعداد موجبه. مزيان، عندنا 5 على 3 و 13 على 7. لمقارنة هذين العددين 5 على 3 و 13 على 7 تنقوموا بعملية التوحيد. أولا تنوحدوا المقامات، هنا تنضربوا في 7، 7 في 5 على 7 في 3 يعني تتعود عندنا 35 على 21. هنا غنديروا نضربوا 3 في 13 على 7 في 3 يعني 13 في 3 على 21. يعني 13 في 3 واش كبر من 5 في 7؟ يعني بين ان تكون 13 في 3 كبر من 35. بالنسبه لا كومباريزون ديال بي، اكس يساوي -7 sur 3 و y تيغالا -11 sur 5. فعندنا هنايا عددين سالبين، لمقارنه عددين سالبين ولا عددين موجبين نقوم بتوحيد المقامات. فهذا سهل، عندنا المقام المشترك والموحد اللي غادي يكون هو 15، دونك غنضربوا هنايا في 5 الفوق والتحت وهنا في 3 الفوق والتحت، غتولي عندنا هنايا 7 في 5 هي ناقص 35 على 15، وهنا غتولي عندنا ناقص 33 على 15. شكون كبير؟ واش 35 ناقص 35 ولا ناقص 33؟ ضروري ان ناقص 33 هي اللي كبر من ناقص 35، ناقص 33 هي اللي كبر من ناقص 35. فبالنسبه للسؤال الثاني، سوا ا اي بي دو نومبر راسيونيل تيل كو ا محصوره ما بين 2 و 5 و 3 بي بلس 1 على 2 محصوره بين ناقص 1 وناقص 4. مونتري كو ناقص 3 بي محصوره بين ناقص 3 وناقص 1. مطلوب منا اننا نبينوا ان بي محصوره بين ناقص 3 وبين ناقص 1، فهي ما صعيبهش بالمره، ولكن بالنسبه لكم نتوما مازال مبتدئين فممكن انكم تجيكم صعيبه. فقط غادي نقوموا يعني هنايا باننا تنفكوا ان 3 ب على جوج زائد واحد على جوج، وغادي نخرجوا واحد على جوج برا، يعني غادي نقوموا اننا نحيدوها، تا غادي نوصلوا ان فقط غتبقى عندنا ب
غنتخلصوا من واحد على جوج. يعني اول مرحله تلاميذي غادي يديروا 3 على 3 على جوج بي زائد واحد على جوج، وتتبقى محصوره ما بين ناقص واحد وناقص 4. كذلك غتقوم انكم تحاولوا انكم تخرجوا واحد على جوج، يعني تخلصوا منها على برا، وهكا غادي تحيدوا هاد الطرف ديال واحد على جوج، ومن بعد غادي تقسموا على 3 في الاطراف بثلاثة، وغتبقى لكم بي. هادو بالنسبه للتلاميذ اللي داروا هذا الدرس هذا. فبي عندنا دوني ان انكادرمون دي نومبر، التاطير ديال هاد الاعداد هادو ا زائد بي موان 2 وناق ا موان 3 بي اي ا على بويسونس 2 بليس بي على بويسونس 2. هنا تنجيو تنأطرو هاد الاعداد اللي عندنا، تنخدمو باثنان اصغر من يساوي ا اصغر من يساوي 5، وكذلك تنخدمو بناقص 3 اصغر من يساوي بي واصغر من يساوي ناقص ا. ف سؤال ثالث A et B دو نومبر راسيونيل تل كو A أكبر قطعا من B، مونتخي كو A أكبر قطعا من ناقص A زائد 3 B على 2. فاللي هو داير هاد التمارين ديال التأطير في القسم ديالو وديال المحصورة هكا فيعمل هاد التمرين، سينو ما درتوهمش، اكتفيو بالسؤال الأولاني جاوبوا عليه ديال كومباغي لي نومبر راسيونو بيناتهم، والمقارنة تنقوم بتوحيد المقارنات بالنسبة للعدد المجابة. دائما تيكون العدد اللي عنده أكبر قيمة بالنسبة للبسط هو اللي تيكون كبير، أما بالنسبة للأعداد السالبة فنتنشوفو اللي عنده أصغر بسط هو اللي تيكون كبير في القيمة ديالو. كان هذا بالنسبة للكونترول نيمغو دو. غادي نحاول نشوف معكم بتيس إكزارسيس كونترول نيمغو 3 إكزارسيس نيمغو 1 كومبليتي ليغاليتي سويفون، يعني نكملوا هاد ليغاليتي اللي عندنا. عندنا 12 على 8 ايتيغالا، عندنا فراغ على 4 يساوي 36 على فراغات. المهم كاينين فراغات، ف الاجابه على هاد التمرين يكفي منكم انكم تشدوا تضربوا 12 في 4 مقسوم على 8، غتلقاو هاد الجانب هذا. الوقت اللي غتوجدوه غتضربوا 36 في 4 مقسوم على هاد العدد، و اون سي دو سويت غادي نعاود 12 على 8 ايتيغال واحد العدد اللي ما هو ما عرفناش على 4. باش نعرفوا هاد المجهول هذا اللي تنبحثوا عليه يكفي منكم انكم ديروا 12 في 4 مقسوم على 8، 12 في 4 مقسوم على 8 غادي تلقاو هاد العدد، ضربوا 36 في 4 مقسوم على 8 غتلقاو هاد العدد، غتضربوا 36 في 56 مقسوم على هاد العدد وغتلقاو هاد العدد. اون سي دو سويت نشوفوا كي دو ايكريغ سو فورم دون فراكسيون لي نومبر سويفون 2.1 3.19 0.6 و 0.05. فبالنسبه لهذا التمرين هذا اكريغ سو فورم لي فراكسيون اون فراكسيون لي نومبر سويفون، يعني نكتبوا على شكل كسور الاعداد التاليه. ف 2.1 غادي نكتبوا على شكل الكسر، هي 21 على 10، هذا 3.19 على نحيدو عندنا رقمين وراء الفاصله يعني نقسموها على 100، غنديرو 319 على 100. هنا عندنا رقم وراء الفاصله غنديرو 6 هي 6 على 10، هنا رقمين وراء الفاصله غنديرو 5 على 100. 5 مقسوم 100 مقسوم على 100 غتعطينا هذا العدد، 6 مقسوم على 10 هذا العدد، 319 على 100 غتعطينا هذا العدد، و 21 على 10 غتعطينا هذا العدد. عندنا كومبليتي اون يوتيليزون لان دي سيمبول يعني سوبيريور او انفيريور. عندنا 3 على 7 و 6 على 7 شكون كبير؟ فدوم عندنا هنايا المقامات يعني متساويه، فغنشوفوا فقط اننا نقارنوا البسط. عندنا هنايا 3 ولا 6 شكون كبيره؟ بين 6 هي الكبيره، غادي نديروا 3 اصغر 3 على 7 اصغر من 6 على 7. عندنا هنايا المقامات متساويه، غنشوفوا 39 41، اذا 41 الكبيره. عندنا هنايا 12 وهنا 6، اذا غنضربوا في جوج، عندنا 10 على 12، 10 كبر من 7، اذا 5 على 6 كبر من 7 على 12. عندنا هنايا 23 و 69، غادي نقوموا هنايا بالتفكيك باش نختزلوا وغادي نشوفوا شكون كبير، واش 12 على 23 ولا شي حاجه على 23. فشدوا هاد 69 69 فكوها، هي في واحد العدد 23 في شي حاجه، و 37 غنضربوها نختزلوا بشي عدد هنا مع 23، وغادي يبقى لنا غادي نعرفوا شكون العدد اللي كبير، واش 12 على 23 ولا 17 او بيان 37 على 69. غادي نمروا ليكزارسيس نيمورو 2 كلاسي دون لوردر كواسون لي نومبر سويفون، يعني رتبوا في ترتيب تزايدي كواسون لي نومبر سويفون. عندنا 1 على 2 22 على 20
زود على 10 5 وستة على 5 باش نرتبوا ترتيب تزايدي ولا تناقصي. فضروري مادام تيكون عندنا الكسور تما ولا الاعداد الجذريه فتيخصنا اننا نوحدوا المقامات. اول شيء نوحدوا المقامات، المقام المشترك اللي غادي يكون بيناتهم هو 20 20. هنا نضربوا في 10، هنا نضربوا في 2، هنا نضربوا في 20، وهنا غادي نضربوا في 4. غادي نوحدوا اول شيء المقامات ونبداو نوحدوا، ونبداو مني غادي نوحدوا المقامات غنشوفوا اكبر عدد غادي نديروا كلاسي دون لوردر كواسو، يعني من الصغير غنرتبوا من الصغير وحنا تزايديا من الصغير للكبير. كيسيون نمبر 2 غادي نشوفوا كذلك. دابا عندنا تروفي tous les nombres entiers qui sont compris entre. غادي نقلبوا على جميع الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي ما بين 78 على 12 و 14 على 3. المطلوب منا ايجاد الاعداد الصحيحه الطبيعيه المحصوره، يعني المحصوره ما بين 78 على 12 و 14 على 3. نحاولوا اننا هذا العدد هذا نفكوه باش نختزلو، ومن بعد نقلبوا على الاعداد المحصوره. كان هذا اكزرسيس نيميرو 2. نشوفوا ليكزرسيس نيميرو 3. ليكزرسيس نيميرو 3 اللي تيقول لنا كالكولي كالكولي. عندنا ليكواسيون هي ا تساوي موان 20 فوا موان 5 على بويسونس 3 فوا 2 على بويسونس 2 اي بي ايتيغال موان 2 على بويسونس 4 فوا 3 على بويسونس 3 فوا 7. جو بونس هاد التمرين هاد ليكزرسيس ما عندكمش فيه لا بويسونس، ولا بويسونس مازال ما درتوش، فغادي نديباسي و سي با لابان انني نشغل لكم بالكم به. ان شاء الله تعالى نشرحو لكم ومن بعد ندير لكم فيه دي زيكزارسيس. كان هذا هو الكونترول، هذا هو الكونترول نيميرو 3. اكزارسيس ولا كونترول نيميرو 4. هذا الكونترول هذا هو الامتحان الرابع اللي غادي تلقاوه في هذا الفيديو، ومن بعد غادي تلقاو الاجوبه في لا فيديو ان شاء الله جديد. اكزارسيس نيميرو 1 كالكولي ا ايتيغال 15 سور 17 plus 19 sur 17. فبالنسبة للكالكول ديالها فرا سهلة، غادي عندنا دوم أننا عندنا المقام مشترك اللي هو موحد، فخمسطاش زائد 19 نجمعهم وتنلقاو القيمة ديال أ. عندنا هنا 25 على 11 plus 3 غادي نضربو هنايا في 11 على 11، 3 في 11 على 11 باش نوحدو المقام، وتم من تما أننا تنجمعو 35 زائد 33 على 11. بالنسبة للسي عندنا 75 على 224 ناقص 15 على 112. شنو غادي نديرو هنا؟ فغادي تحاولوا أنكم تقوموا بواحد الإختزال إلا تمكنتوا منه، أنكم تشدو 224 تقسموه على جوج، سي بوسيبل أنها تولي لنا 112 في حالة ما لقينا كيفاش نختزلو، سينو تنضربو 112 في جوج، تنضربو 112 في جوج تتولي لنا 124 ناقص 15 في جوج 30، يعني تتعددنا 75 ناقص 30 على 124. تنقومو بالكالكول. نيميرو 2 سامبليفي لو نومبر سويفون. لو نومبر سويفون سامبليفي يعني نبسطو ما أمكن تبسيط. أعزائي التلاميذ، لا بغيتو تبسطو مطلوب منكم أنكم تسامبليفيو، وعندكم يعني كسور فقط جدول الضرب، أي عدد عطاو ليكم حاولوا أنكم تفكوه تفكيك. يعني 88 شنو غنقدرو نديرو لها؟ 88 هي 44 في جوج، 44 شنو هي 22 في جوج، بقاو تفكو فيها حتى وكان تعياو. وغادي تقوموا تاني كذلك بالتفكيك ديال 64، ومن بعد يعني تنختزلوا الأعداد اللي تيتعاودو الفوق لتحت حتى وكان تنصيب واحد العدد كسري اللي هو مبسط. غادي نشوفو 220 على 140 شنو غادي تعطينا. غادي هي كذلك تنقومو بالتفكيك التفكيك. وكذلك بالنسبة لهذا 1340 على 1235. فبالنسبة لنا هنايا نشوفو 5 زائد 3 5 زائد 7 8 8 زائد 10 11 11. فغادي تشوفو علاش غيقبل هذا القسمة، واش غيقبلنا على 5 ولا على 9 ولا على 3. فقوموا بالقسمة ديالهم والتفكيك وتتختزلو تتصيبو اعداد مبسطة. هذا هو المطلوب منكم في هذا السؤال سامبليفيي لي نومبرو سويفون. عندنا 3 شنو المطلوب منا في هذا ليكزارسيس في هذا لا كيسيون نيميرو 3؟ مطلوب منا ان اليف كونساكر لا مواتيي دو سون طون بور سي زيتود اي ان كار دو سون طون بور رونجي اي سو ديستراير. كيل اي لا فراكسيون كو ريبريزونت لو طون كيل دور بار جور. طلبوا منا اننا هذا واحد التلميذ اللي تيقضي الوقت لا مواتي ديال الوقت ديالو، لا مواتي فاش
pour étudier le fond de la ça ou un quart de son temps يعني في من الوقت ديالو فاش واحد ربع ساعة يعني من الوقت ديالو في رونجي يسو ديستخير يعني تيجمع و يسو ديستخير. كذلك عندنا قال لك سؤال كالي لا فخاكسيون اشنا هو الكسر يعني ولا شنو هو داك النسبة ولا الكسر كي غوبريزونت لو طون كيل دور باغ جور تيبحثو على شحال ديال الوقت اللي تينعس فيه في النهار يعني تنقلبوا على واحد العدد الكسري يعني النسبة ديال في التوقيت اللي تينعس فيه في النهار هذاك التلميذ هذاك التلميذ غنشوفوا ليكزارسيس نيميرو 2 نيميرو 2 شنو عندنا فيه عندنا 1 كلاسي دون لوردر ديكواسون لي نومبر سويفون الكلاسمون كيف ما قلت لكم تنحتاجوا اننا ما عادش نحتاجوا هنا شي حاجه صعيبه عندنا كلشي الاعداد موجبه دونك غادي نحتاجوا اننا نوحدوا المقامات نوحدوا المقامات نشوفوا شنو هو اعلى مقام هنايا هو 36 يعني غيكون هذا هو بالنسبه ليهم هنا غادي نضربوا في 36 هنا غادي نضربوا 3 3 فاش غنضربوها باش تعطينا 36 غادي نضربوها في واحد العدد ناش كذلك فاش غنضربوا باش تعطينا 36 18 كذلك وهكذا دواليك حتى وكان غادي نوحدوا المقامات من بعد غادي نشوفوا البسط اللي هو اكبر بسط ومن ثم غادي نقوموا قال كلاسي دون لوغ ديكروسيون يعني تنشوفوا اكبر عدد فيهم وتنبداو نازلين يعني اللي حنت علاش ديكروسيون يعني من الكبير للصغير من الكبير للصغير والا قالوا لنا كرواسون يعني من صغير للكبير تن يعني كرواسون من صغير للكبير حنا طالعين ثانيا Trouvez tous les nombres entiers qui sont compris entre 19 et 45 Écrire sous la forme d'une seule puissance les nombres suivants. عندنا 4 A fixé, puis 2 A aussi 2, B à la puissance 3 fois C à la puissance 2. شنو غادي نديرو؟ عندنا هنا كلهم جداس دونك A شحال عندنا من A هنايا؟ A aussi 2 مع A كذلك عاد عندنا A aussi 3 وشحال عندنا من B هنايا؟ عندنا B aussi 3 وشحال عندنا من C؟ عندنا C aussi 2 و C هي C aussi 3 وعندنا هنا 4 وعندنا 2 يعني جوج في جوج في جوج يعني غتولي عندنا جوج في ا ب سي الكل والثلاثة جوج دو فوا ا في ب في سي تو اون ا لا بيسونس 3 غادي نشوفو اف ايت ايكال 3 ا ا لا بيسونس 3 فوا ا ب ا لا بيسونس 2 فوا 27 ب ا لا بيسونس 2 هنا تنشوفو كذلك نفس الشيء عندنا ب ا لا بيسونس 3 وعندنا عندنا ا ا لا بيسونس 3 عندنا ا يعني غتعود عندنا ا ا لا بيسونس 4 وعندنا ب ا لا بيسونس 2 وب ا لا بيسونس 1 ب ا لا بيسونس 4 وعندنا 27 و 3 يعني 3 في 3 في 3 في 3 اذا غنقولو حنا عندنا 3 ا ب ا لا بيسونس 4 3 ا ب تو ا لا بيسونس 4 Où A et B sont des entiers relatifs. Je vais cliquer comme elle a dit. Faites un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un petit peu de temps. Je vais vous donner un Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. Laissez un like sur la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde.